وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من أربيل أستاذ العلوم السياسية الدكتور عبد السلام برواري. أهلا ومرحبا بك دكتور. بداية، خلافات على نتائج الانتخابات الرئاسية في كردستان العراق وتهديدات من بعض القوى الرافضة، كيف ترون الشارع السياسي في كردستان العراق بعد انتخاب نيتشرفان بارزاني؟ نعم، تحية لك، شكرا لهذه الفرصة، وتحية للأخوات والأخوة. حياك الله. في الحقيقة نحن تعودنا على مثل هذه المواقف، وللأسف الشديد صحيح هذا التغير الفجائي الذي حصل من قبل الاتحاد الوطني خلق بعض القلق، ولكن أنا أعتقد 8 أشهر الماضية التي قضيناها انتظارا لكي يحددوا هم مرشحيهم أولا رئاسة البرلمان ثم للوزارات وإلى آخره، أصبح الشارع الكردستاني يتوقع منهم دائما أن يخلقوا مشكلة مجرد من أجل منصب واحد. وأنا الصورة ليست يعني لنقل سوداء كما يمكن يحلو للبعض أن يصورها. الاتحاد الوطني ضحى بالمشاركة والاستمرار في تفعيل العملية السياسية من أجل منصب محافظ لا قيمة له ولا دور له، مع أن الاستنقاذ الكردستاني لا يعارض يعني يتولى احد قادته منصب محافظ لا يمكن ان يحل ولا يربط. وكان الاتفاق الذي حدث بين الرئيس البرزاني وسيد كسرة علي نظريا الشخص الاول الان في الحزب هو على ان يقدموا شخصيه، وتم الاتفاق على شخصيه فريدون عبد القادر وهو عضو سابق في المركز السياسي للاتحاد الوطني وشخصيه معروفه. في الساعه 10 يوما اتصل احدهم وقدم 3 أصبع يعرف مطبقا انها مرفوضه من قبل الحزب. هذا كل ما جرى يعني يتهمون الحزب الديمقراطي الكردستاني بانه لو لن يوفي بمواعيدهم ويحتجون بعمليات اخرى، ما ادري يعني حتى يقول بيان الاتحاد الوطني بان انتخاب الرئيس الاقليم بدون وجود مؤتمرين لكن الاتحاد الوطني الكردستاني يرى أن انتخاب نيتشرفان جاء مخالفا للاتفاق الذي أبرمه مع الحزب الديمقراطي، كيف ترون مبررات الاتحاد الوطني الكردستاني في رفضه نتائج الانتخابات؟ لا، أولا لنتكلم بلغة المؤسسات والديمقراطية، ليس في النظام البرلماني هناك حق لأي جهة ترفض نتيجة الانتخابات إلا إذا كانت قد جرت بخلاف القواعد الدستورية والقانونية. هناك قانون فوض عليه نواب الاتحاد الوطني أيضا لتفعيل مؤسسة كردستان، ورئيسة البرلمان ذكرت مواد هذا القانون التي جرت العملية وفقها، سواء كانوا هم موجودين أم غير موجودين. هذا يحدث في كل العالم، حزب يرفض أن يفوض، حزب يرفض أن يشارك. هذا الكلام هو نفسه حقيقة يعني مجال استغراب الناس، يتصورون ان الناس غير ملمين بالعمليه. كل ما في الامر الاتحاد الوطني يريد ان يفرض ارادته على الحزب الفائز باكبر عدد اصوات والاتحاد الكردستاني. بعيدا عن الاتحاد الوطني الكردستاني، ايضا الاتحاد الاسلامي الكردستاني امتنع عن التصويت في جلسه انتخاب نيتشرفان بارزاني رئيسا لاقليم كردستان، وفسر هذا الامر على انه عدم رضا عن الرجل وعن العمليه برمتها، بما تفسرون سلوك الاتحاد الاسلامي الكردستاني؟ ارجوكم، هناك وقائع، نحن نعيش في عصر ثوره المعلومات. الاتحاد الوطني الاتحاد الاسلامي الكردستاني بعد اعلان نتائج الانتخابات وفقدانه اذا ما يقارب 52% من اصواته اعلنها قبل ان يعلن الحزب الوطني الكردستاني عن نيته في ترشيح نجيب رمضاني. بعد ظهور نتائج الانتخابات قال الاتحاد الوطني الاتحاد الاسلامي الكردستاني لن نشارك في اي حكومه مقبله مهما كان شكلها، لاننا نريد ان نجري مراجعه داخليه لنعرف سبب فقدان يعني 50% من اصواتنا. هذا موضوع معروف ومعلن عنه منذ البدايه، لا علاقه له لا بنجيبان بارزاني ولا بالحكومه. بالعكس، الاتحاد الاسلامي الكردستاني قريب جدا من وله خبره جيده بالعمل مع نجيبان بارزاني. نحن نحترم ارادتهم، وهذا ما يجب ان يفرحون به كل الاحزاب الاخرى. الديمقراطيه تعني ان يتفق حزبان او ثلاثه على نقاط مشتركه. إذا لم يتمكنوا من الاتفاق على النقاط يبقى أحدهم بالمعارضة، هذا ما لا يريده الاتحاد الوطني. يريد أن يشارك، يجبرنا أن نشركه
لكن يفرض علينا آراءه ويفرض علينا مواقفه. طيب هذا تصرفا جيدا، ويفسر عدم قبولنا بهذا الابتزاز بأنه تنصل على الاتفاقية. في ظل الأزمات الداخلية بين الكتل السياسية في كردستان وأيضا الأزمات مع بغداد، إلى أي مدى يمكن لنجرفان البارزاني أن ينجح في أداء مهمته؟ أولا ليست هناك أزمات داخل كردستان، هناك اختلافات، وهذا شيء طبيعي في أي مجتمع تعددي. هناك 40 حزب في كردستان، السبب في كونها أكثر من حزبين أنها لها رؤى مختلفة، وهذا شيء طبيعي، أنا لا أعتبره أزمة. أولا، ثانيا ملف بغداد أربيل يتم من خلال قنوات الحكومة، أنه هناك حكومة تخريب كردستان التي تقوم بذلك، ونشير من بارزاني عندما كان رئيسا الوزراء مشهود له الدولة التي لعبه في أحلك الظروف، يعني توصل إلى فتح حوار مع السيد العبادي، توصل إلى ما توصلنا إليه وفتح وكسر هذا الحصار الذي فرض على كردستان. لذلك شخصية نشيروان بارزاني لا تتأثر بموقف آني ومصلحي من أجل منصب محافظ لا قيمة له من قبل هذا الحزب أو ذاك. أنا أعتقد الاتحاد الوطني أيضا يعرف هذا الموضوع. لكن دعنا لا ننسى أن العداء القديم عاد من جديد ما بين حزب البارزاني وأيضا الاتحاد الوطني الكردستاني، هل هذا الأمر سيؤدي بكردستان للذهاب إلى الفوضى السياسية مرة أخرى؟ لا، أنا هناك في كردستان مؤسسات، إذا كان الاتحاد الوطني يريد ذلك فليجربها، نأمل أن لا يفعلوا ذلك لأنهم سيخسرون سيخرجون من الساحة. أنا لا أسمي عداء، أنا أسمي منافسة على من يصبح الطرف أو القوة الأولى في كردستان، وهذا شيء مشروع، وهذا تقوم في كافة الأحزاب الديمقراطيون والجمهوريون في أمريكا، المحافظون والليبرال والحزب العمال في إنجلترا، والديمقراطي المسيحي والاشتراكي في ألمانيا. لماذا يكون غريب أن يحدث نفس الشيء في كردستان أيضا؟ صحيح هناك ماضي مر، ولكن الحزبان توصل الى قناعه انه لا يمكن تكرار حوادث في الثانيين. سليمانيه الان ليست تحت سيطره الاتحاد الوطني لوحده، هناك قوى اخرى تقريبا تساويها قوه في الشارع وفي البرلمان. كان معنا استاذ العلوم السياسيه من اربيل الدكتور عبد السلام برواري، شكرا جزيلا لك.